طبعا لا، هو الفيلم كله صعب يعتبر يعني، فاهماني فاهمني؟ صعب من فاهم انت يعني مشاهد الرعب عشان ما يطلعش اللي هو الجو الفيك. طبعا هي احنا يعني انت النهارده انت عشان خاطر تبقى محسوبها تماما، انت وانت بتعمل المشهد عارف ان هنا المشاهد المفروض يخاف بعد كده يرجع يضحك، فدي صعبه صعوبه جدا. طبعا تنفيذ طبعا الميك اب والكوافير عاملين شغل كويس جدا. السبيشال افكت من النار والحرق وضرب النار عندي كان عندي مشهد قط مثلا قعدنا فيه حوالي بتاع نص يوم عشان نظبطه، فكل حاجه كانت محسوبه الحمد لله. التجربه فيها لوكيشنات برضك كتيره، يمكن هو احنا الدخل بتاعنا كتير بس اللوكيشنات كتيره. طبعا كان عندنا حلم ان احنا نصور في عماره رشدي، وبالفعل صورت في العماره نفسها، بس حصل ما لا محمد انا ما بحبش اجيب لسه هتعرفوها من خلال الاحداث، انا مش عايز احرق احداث الفيلم. احنا بنتكلم عن العماره المشهوره اللي في اسكندريه. صورت في العماره طبعا خارج العماره لان الدخل يا حد صعب ان انت تخرج، بس حصل برضك حاجات احنا هنعرفها من خلال الاحداث. لا خليها مفاجاه في العرض. الخروج على النصر ان شاء الله، محمد نجاتي ونندى البحيري ونبيل ماهر طارق عماد ان شاء الله نازلين مع بعض ان شاء الله. السيرش ده عملناه انا ومحمد من خلال ان احنا سافرنا يومين اسكندريه، فقعدنا نسال الناس عن العماره ايه، فقالوا لنا طبعا حكونا حاجات كتير قوي غريبه، ان مثلا دكتور كان عايز يفتح عياده ففتح العياده فلقوه مقتول، عريس وعروسه لقوا عفشهم في الشارع وهم فوق مقتولين، شيخ قال له اتحدى الموضوع وقال انا هدخل مفيش حاجة، طلع متجنن. يعني حكايات اللي هي ايه اللي احنا برضو لما عملنا سيرش على النت لقيناها مكتوبة ولقيناها موجودة. الغريبة بقى ان احنا لما روحنا ناحية العمارة هناك لقينا ان باب العمارة نفسه مقفول بالطوب الاحمر، فقلنا طب لما هي وفي ناس قابلنا الناس قالوا لنا لا ده حكايات ومفيش حاجة اصلا، طب لما هي العمارة مفيش حاجة انتوا قافلنا بالطوب الاحمر ليه؟ ابتدينا يعني نفكر طب هم ليه عملوا كده، فما وصلناش لحاجه غير ان احنا عارفين ان العماره في اسكندريه كلها الناس عارفينها بعماره العفاريت. هو الورق بنسبه 100% والناس هتقول ان انا بافور، بس هي بنسبه 100% حسن السيد يعني عامل كل حاجه اتكتبت في السيناريو عاملها ومبدع كمان عليها. الحقيقه حسن السيد سعيد جدا بالتعاون معاه، وان شاء الله قريب في تعاون بيني وبينه، بس تعاون تاني يعني. بس حسن الصراحة عامل مجهود رائع في الفيلم. وانا حاليا انا وحسن شغالين على فيلم اسمه كوكب القرون، ده ان شاء الله احنا يعني شبه اتفقنا عليه، سواء انا كسيناريست للفيلم او حسن كمخرج للعمل ان شاء الله. قريب برضو مع صديقي وعشرة عمري مدحت تيخة في حاجة قريب جدا احنا خلاص شبه داخلين نصورها قريب، فان شاء الله يعني دي الموجودة. اما انا بقى ومحمد عشان دايما بنفكر بره الصندوق، فعندنا فيلم يعني معرفش رقابيا اسمه هيعدي ولا لا، بنكتب فيلم اسمه فيلم 6، اللي هو فيلم 6 يعني رقم 6.